سهل وبسيط إن شاء الله تعالى، فقط تابع معي الطريقة وهي جد ممتازة ومضمونة وتحمل لك بسرعة عالية، حتى الفيديوهات التي تحملها فهي بجودة ممتازة. التطبيق كما ترى اسمه ملتي كليب. ملتي كليب، سأحاول إن شاء الله تعالى أن أضع لك رابط لتحميل هذا البرنامج، هذا اسمه ملتي كليب. المشكلة في النسخة هي هذه، النسخة المجانية فيها إشهارات، ولكن نظرا للفوائد التي يعطيك هذا النوع من التطبيقات فإن لا مشكلة، يعني لأنك تحتاجه بين الفين والأخرى. تكتب على جوجل الموقع الذي تريد التحميل منه، مثلا أنا سأحمل من موقع اليوتيوب. تدخل إلى الموقع مباشرة، تبحث عن الفيديو الذي تريد أن تحمله. مثلا أريد أن أحمل سورة الفاتحة، وأي شيء تريده أنت، أي فيديو رأيته ادخل إلى هذا الموقع وابحث سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. ادخل إلى الفيديو الذي أريد تحميله، وعين نوع الجودة التي أريد. مثلا أنا أضع هنا HD، يعني أو هوت كاليتي، يعني دقة ممتازة. أقوم بفتح الفيديو لبضع ثواني، ثم أضغط على الدائل. انظر هنا الدائل في الأعلى، الدائل يدخلك إلى الفيديو الذي تريد أن تحمله. تضع علامة عليه صورة الفاتحة لأحمد العجمي، ثم تضغط مرة أخرى هنا على الدائرة. انظر السرعة التي يحمل، انظر حبيبي المشاهد، انظر سرعة عالية جدا. الآن أضغط على الفيديو، أختار النوع المشغل الذي أريد تشغيله عليه. انظر معي عزيزي المشاهد، أو بجودة عالية وممتازة جدا تستطيع أن تشاهد هذه الدقة التي تم تحميلها عليه. يمكنك فعل هذا على أي موقع آخر تريد التحميل عليه، مثلا موقع الفيسبوك حتى، أو أي موقع آخر يعني قد جربته لسنوات وهو يشتغل بشكل